اركن مشاعرك على جنب وتعالى ندرس الموضوع ده بحيادية شديدة جدا، لأن هو مواضيع من المواضيع المهمة جدا في تاريخ مصر، وهو الفتح العربي لمصر. اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي بتيه مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال. النهارده هنتكلم معاكم في الحلقه رقم 3 في الموضوع ده، لان احنا عملنا حلقتين قبل كده، لكن كل ماده ما بنذاكر اكتر بنكتشف معلومات مهمه جدا فبنحب نشارككم بيها. واول حاجه معانا النهارده، ايه الاسباب اللي خلت العرب يهتموا بفتح مصر؟ واجابه السؤال ده موجوده في كلام عمرو بن العاص مع الخليفه عمر بن الخطاب لما كان بيقنعه بفتح مصر، لما قال له ان فتحناها تكون قوه للمسلمين وعونا لهم فهي اكثر الاراضي اموالا واعجزها عن القتال والحرب. ولازم نعرف الاول الاحداث والحاله اللي كانت مصر موجوده فيها. مصر كانت بتتحكم من الامبراطوريه البيزنطيه اللي كانت موجوده في القسطنطينيه وبتحكم أجزاء كتيرة جدا من العالم. كانت الإمبراطورية البيزنطية فيها خلاف مذهبي وعلى خلاف مذهبي مع الأقباط، فكان في مصر أول حاجة كان فيه اضطهاد ديني، لأن البيزنطيين الخلقدونيين اللي بيؤمنوا بطبيعتين للسيد المسيح فرضوا آرائهم الدينية على المصريين بالقوة، وكان في اضطهاد ديني دام 190 سنة، من سنة 451 لسنة 641 لما تم فتح مصر على ايد العرب. وكان الاضطهاد ده كبير جدا، وخصوصا اخر 10 سنين قبل الفتح العربي، لان في الوقت ده كان بيحكم مصر واحد اسمه المقوقس، وده مش اسم، ده لقب معناه المبجل او المعظم، والمراجع قالت ان هو اكتر من واحد، لكن اللي كان في الفترة دي اسمه كيروس، ده اللي كان بيضطهد الاقباط فخلى البابا بنيامين البطرك اللي هو القبطي من الكنيسة القبطية يهرب ويستخبى في صعيد مصر بإعلان من ملاك ربنا. والمقوقس ده قبض على أخو البابا بنيامين وكان اسمه مينا، وعذبه جدا جدا لحد ما مات. وكمان اضطهد الرهبان ومن ضمنهم الأنبا صموئيل المعترف وتم فقع عينه، فكان في مصر في اضطهاد ديني. تاني نقطة، مصر كانت غنية جدا، ومصر كانت من أغلى الولايات الرومانية، عندها قمح وعندها ملابس غالية وثمينة جدا، وكانت مصر غنية جدا جدا. تالت نقطة، كان عندنا تفرقة في الجيش البيزنطي. الجيش البيزنطي رغم ان هو كان موجود وبيحكم مصر، لكن في تفتت وانقسام في الداخل، وكان الانقسام ده صعب وشديد جدا، وكان القادة بتاعت الجيش بيعملوا مؤامرات في بعض. رابع حاجة، كان عندنا ضرائب باهظة جدا. الروم رغم ان هم كانوا بيضطهدوا المسيحيين، لكن فرضوا عليهم ضرائب غاليه جدا وضرائب باهظه جدا على الفلاحين، لدرجه الفلاحين كانت بتهرب وتسيب اهلها وتسيب الاراضي وتاخد بعضها وتستخبى، مش قادرين يدفعوا الضرائب اللي عليهم، لدرجه ان كان ممكن الروم البيزنطيين يقبضوا على اسره الفلاحين دول ويبيعوهم عبيد. فكان الوضع صعب وبشع جدا، وكانت الاقباط في مصر تعبين من الروم جدا جدا. حال شبه الجزيره العربيه طب كان عامل ازاي؟ لو شفنا حال العرب هنلاقيهم ان هم كانوا عندهم حركات تجاريه كبيره جدا، خصوصا قبيله قريش، وفي كتير جدا من العرب ومن ضمنهم برضو عمرو بن العاص جه مصر عن طريق التجاره، بسبب التجاره فان كان في حركات تبادل تجاري، وكان العرب مبهورين جدا بجمال مصر. وعمرو بن العاص لما جه مصر وجه اسكندريه كمان انبهر بيها جدا، ان هي مصر كانت جميله جدا، وده الحافز اللي خلاه يطلب من الخليفه عمر بن الخطاب ان هو يجي ويفتح مصر، ان هي فيها خير وفير جدا. والجنود الرومان اللي فيها كانوا منقسمين بينهم وبين بعضهم، فكان متوقع ومتاكد ان هو هيجي وهيكون الموضوع حلو جدا. فنيجي نشوف حادثه فتح مصر، هنلاقي ان عمرو بن العاص بعد ما كان في دمشق او الشام مع الخليفه عمر بن الخطاب طلب منه ان هو يروح يفتح مصر، وكان الخليفه متردد، لكن عمرو اقنعه، فقرر الخليفه ان هو هيسمح لعمرو ان هو ياخد 4000 جندي ويبدا يتوجه الى مصر. وخلي بالكم في روايات كتيره جدا عن فتح مصر، لكن احنا حاولنا نجمع على قد ما نقدر معلومات وبدانا نسردها لكم بشكل بسيط جدا. انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات تحت، وكمان دعمونا انكم تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نخش ونشوف جيش العرب كان متكون ازاي.
جيش العرب كان متكون من مجموعة من الألوية، الألوية دي كان عبارة عن قبائل أو مجموعة من القبائل، كل قبيلة لها لواء خاص بيها، والقبائل دول والألوية دول كلهم كانوا بيخضعوا للقائد العام للجيش اللي هو كان في الوقت ده عمرو بن العاص. الجيش كان متكون من حوالي 30 قبيلة من عرب الشمال اللي هم كانوا من أغنياء العرب، دول كان لهم مكانة الجيش عالية جدا وكانوا الأمراء. وخلي بالكم الكلام ده أنا جايبه من كتاب هوامش الفتح العربي لمصر لسناء المصري، وده كتاب يعني فيه معلومات مهمة جدا، الشعاع للنشر، يا ريت تدوروا عليه وتقروه. وكمان هنلاقي إن بعد كده باقي الجيش كان عبارة عن 61 قبيلة من عرب الجنوب اللي هم الفقراء، دول غالبا كانوا من مجموعة القبائل القحطانية، وبدأ الجيش كان لبسهم بسيط جدا وكان علامات الفقر باين عليهم، خصوصا الطبقة بتاعت عرب الجنوب، وده كان الجيش العربي. طب الجيش البيزنطي او الحاميه البيزنطيه كانت عامله ازاي؟ هنلاقي ان جيش الروم اللي كان موجود في مصر كان منقسم على ذاته، وكان منقسم لحوالي 3 اقسام، كل قسم ليه حاكم وليه قائد للجيش مستقل عن الاقسام التانيه، وكان في تنافس وفي عنصريه بينهم، وكانوا غرقانين في الملذات والشهوات والثياب، وما كانوش مركزين اصلا لاي حاجه، كان هدفهم المتعه وبس. بعد كده هنلاقي ان عمرو بن العاص قرر ان هو يدخل مصر، فهنحكي خط السير بسرعه وهنتخصص في عده اماكن. هنلاقي ان هو اتحرك وراح غزه، وبعدين رفح للعريش، للفرما، لبلبيس، لنقيوس، لعين شمس وام دنين، بعد كده حصن بابليون، وبعد كده بعد ما فتح الحصن حصلت بعض الاحداث في حلوان والجيزه والفيوم، وخد بعضه بعد كده وطلع على اسكندريه. عندنا الفرما وبلبيس حصل في كل واحدة فيهم حرب لمدة شهر، وبرضو أم دينين كان فيها قتال شديد جدا جدا جدا، ومن أم دينين بعت عمرو بن العاص يطلب دعم من الخليفة عمر بن الخطاب، فبعت له 4000 جندي بقيادة 4 أنفار من ضمنهم الزبير بن العوام وعبادة ابن الصامت. نخش في حتة وتمركز مهم جدا وهو حصن بابليون. حصن بابليون دارت فيه عدة معارك، قدر العرب ان هم يكسبوا الروم ويهزموهم. وفي مرة قرر عمرو بن العاص ان هو هيقسم الجيش ل3 فرق، فرقة عند ام دنين جنب النيل، وفرقة قرب عين شمس، وفرقة تالتة عند شمال حصن بابليون، وبدأ يجذب الجنود ناحية الفرقة اللي عند شمال عين شمس، وبدأت الحرب بينهم. وبعد كده الفرقتين التانيين انقضوا على جيش الروم وعملهم زي الكماشة، فحصلت حرب شديدة جدا، مات منها أغلب جيش الروم وما تبقاش غير 300 شخص هربوا للحصن. وجه كان موجود في الحصن في الوقت ده المقوقس اللي كان اسمه كيروس، بالليل قرر يهرب لجزيرة الرودة، ومن هناك قرر ان هو يعمل مفاوضات مع عمرو بن العاص، ودار بينهم كلام كبير جدا. كان نهية الكلام ان عمرو بن العاص قال للمقوقس قدامك 3 شروط، تدخل الاسلام وتكون اخونا، هتدفع الجزية وأنتم صغارون، يا إما تخشوا في القتال. المقوقس قرر إن هو يعمل الصلح، وقال له اعمل صلح وإن الأقباط هيدفعوا جزية قيمة 2 دينار على كل رجل ناضج، وهنعفي منهم أو هنستثني منهم الشيوخ والنساء والأطفال في المقابل إن جيش العرب يحمي الكنائس ويحمي الأقباط. وعمرو بن العاص كان موافق على الكلام ده، هو تقريبا هو حط شروط الصلح. وخلي بالكم من نقطة، إن في فترة من الفترات بعد ما المقوقس هرب وأثناء المفاوضات، قدر الزبير ابن العوام إن هو يعمل سلم ويطلع لحصن بابليون ويكبر هو والجنود، فالجنود الرومان اللي كانوا موجودين يخافوا ويهربوا، وتم فتح الحصن. خلص بعد كده فتح بابليون وكمان المعاهدة. يبدأ عمرو بن العاص يروح الفيوم ويحاول إن هو يفتحها، وفعلا قدر يفتح الفيوم، وبعد كده قرر إن هو يطلع للشمال. في الشمال لقى مقاومة جيدة جدا من نقيوس ومن سخا ومن مدينة في كفر الشيخ وبعض أعمال محافظة البحيرة وكمان دمياط، فعمل قتال شديد جدا. القتال ده راح ضحايا ناس كتير جدا، وتم تخريب الكنائس، وفي كتير جدا ماتوا واتقتلوا في الموضوع ده أو في الحرب ده قبل ما يوصل الإسكندرية، لأن عمرو بن العاص كان عنده هدف، وهدفه إن هو يفتح مصر بأي طريقة وبأي وسيلة عشان يوصل للهدف بتاعه. وفعلا قدر ان هو يوصل اسكندرية، ودي الموقعة الاخيرة، وحصار اسكندرية دام 14 شهر، ولحد ما قدر بمساعدة احد بوابين اسكندرية اللي اسمه ابن بسامة ان يفتح لهم باب، ويبدأ العرب يدخل اسكندرية ويحاربوا الروم حرب شديدة جدا،
ويقدروا يهزموا الروم وبكده يكونوا فتحوا مصر. كتير بيسأل موقف الأقباط وموقف الشعب من العرب كان عامل ازاي؟ بصراحة كان في عدة مواقف، غالبا ثلاث أقسام أو ثلاث مواقف من الأقباط. ففي مجموعة من الناس شعرت العرب زي الحاكم أباكيري، وده كان حاكم دلاس في أطفيح، وده إن هو بعت سفن ريفية لعمرو بن العاص عشان الجنود يتنقلوا لشرق النيل. في كمان واحد اسمه يجرس، وبيجرس ده إن هو عمل أنطرة عشان يعبروا النهر اللي مدينة أليوب، لأن عمرو بن العاص قبض على كتير جدا من حكام الروم في مصر وقيدهم بالسلاسل وأخذ منهم فلوس كتير وضرايب، لأن هو في الفترة الأولى فرض ضرايب على الأقباط على اللبس، لبس الجنود وكمان إطعام الخيل. وبعد كده هنلاقي إن في مجموعة تانية كانت مسالمة ملهاش في الحرب ولا لها حول ولا قوة، والمجموعة التالتة قرر إن هي تواجه العرب وتحاربهم. دول كانوا موجودين في زي ما قلت لكم في سخا وكفر الشيخ ونيقيوس والبحيرة ودمياط، لأن كمان أغلب الأقباط كانوا كارهين الروم ومش طايقينهم، وفي كتير من الأقباط قتلوا الروم بسبب البشاعة والأعمال الصعبة اللي الروم عملها مع الأقباط، لأن أغلب جنود الروم بدأوا يسرقوا الضرايب ويسرقوا المحاصيل والمواشي وياخدوا بعضهم ويهربوا عند حصن بابليون. ولما لقوا إن الحصن هيتفتح أخدوا بعضهم وهربوا على اسكندرية، ومن اسكندرية طلعوا على القسطنطينية، لأن الروم كان هدفهم الفلوس، محدش فيهم قرر إن هو يتصدى لحملات العرب. بعد ما عمرو بن العاص فتح مصر وأخد كل حاجة وبقى هو المتحكم في مصر، بدأ بعض الناس الأقباط اللي ساعدت عمرو بن العاص تشرح له إن الأقباط كانوا على خلاف مذهبي مع الروم وما لهمش دعوة بالروم تماما، وكان الروم بيتعبوهم جدا. أنا عرف منهم إن البابا بنيامين كان هربان في الصعيد، فكتب عهد أمان للبابا بنيامين واستقبله ورحب بيه وقال له ابدأ دير شؤون طائفتك بكل أمان وبكل حرية ومحدش هيتعرض ليك، وفرضوا ضرائب وزي ما قلت لكم 2 دينار على الأقباط، وكان عدد الأقباط في الوقت ده 6 مليون، فلموا جزية حوالي 12 مليون دينار في السنة الأولى لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص في الفترة الأولى اللي حكم فيها كان الأقباط بيتمتعوا بحالة من الهدوء والسلام، لكن اللي جه بعد عمرو بن العاص أتعب الأقباط جدا وشدد عليهم في دفع الجزية، فالأقباط عملوا ثورة وبعتوا شكواهم للخليفة عثمان بن عفان لحد ما رجع لهم عمرو بن العاص تاني. وكان في فترات الأقباط شافوا اضطهادات وأتعاب كتيرة جدا، خصوصا إن في كتير جدا من بعض الأقباط أمنوا بالإسلام، فالجزية اتزادت على الأقباط اللي ما أمنوش، وكانت بتمر ساعات الأقباط بفترة صعبة جدا. أحب أعرف رأيكم في الكومنتات تحت، ورأي علمي مش رأي مبني على عاطفة أو مشاعر، أنا عايز رأي ليه مرجع وليه مستند، وأنا هسيب لكم المراجع اللي جبت منها الحلقة في الوصف تحت. قولوا رأيكم في الكومنتات، وريت تدعمونا أنكم تشتركوا معانا هنا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا كل حلقاتنا، وهنتكلم بعد كده عن الباطنية ونعرف إيه علاقتها بالحرب مع الدولة الفاطمية الموجودة في مصر. تابعونا ومع السلامة.